أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم قناة أسرار آدم. اليوم أنا نعمل إحنا وياكم الليدي فينجرز أو السافوياردي. هي أكل حلو إيطالي عبارة عن أصابع حلوة، هي خليط ما بين سبونج كيك وسبونج كوكي، وبنحط مع تيراميسو. خليكم معي ستيب باي ستيب لحتى قد ما فينا نبسطها وتقدروا تعملوها، كل واحد يقدر يعملها ببيته، وما في أحلى من شغل البيت، أرخص أنظف. اوكي اصدقائي، المكونات المطلوبة هي عندي 4 بيضات. فصلت البيض، صفار البيض لوحده عن بياض البيض. هون طلع في عندي بيضة بصفارين، ما بيأثر، ما حعمل شي يعني. عندي بالسكر 100 جرام، تقريبا 3/4 الكوب يعني بيجي. عندي طحين كمان 100 جرام، اكثر من 3/4 الكوب بشوي. وفي عندي شوي صولت او ملح، فانيل، وبودرة ايس شوغر لحتى رش عليهم من فوق، والخلاط. هذه هي كل شي مطلوب عندي. رح بلش هلا اخلط البياض البيض، وشوي شوي ضيف نصهم للسكر، يعني تقريبا 50 جرام ضيفهم على بياض البيض. هيك خلصنا، شفت كيف صار عندي مثل منقار العصفور. هلا حبلش بصفار البيض. هلا رح ازيد الفانيل، ملعقة صغيرة، هلا حطيت سكر انا 50 جرام الباقيين. شفت كيف صار صفار البيض. اوكي، كل وحدة تقريبا اخذت بحدود ال5 دقايق خفق، البياض والصفار. عندي انا اوريدي الفرن محمى على درجة حرارة 200، لحط فيه صينيتين دفعة واحدة. لحلا اخلطهم مع بعضهم البياض مع الصفار. بس بالنسبة للتقليب لازم نراعي ناخد بعين الاعتبار نقلب من تحت لفوق. لحط الطحين عليهم عبر المنخل شوي شوي. يختفي اول مجموعة من الطحين، بننزل التانيين، الجزء التاني. المساعد اللي ما فيني استغنى عنه ابدا مدانتي، واللي لها فضل بعدة طبخات اوكرانيات. هلا حجهز كيس الحلواني، رح اقصه تقريبا بحدود 1.25 سم. لازم يكون اوريدي انا مجهز من الاساس الصينية، حاطط عليها البيكنج شيت، ورق الزبدة، مهدي من تحت دهنه شوية زيت من تحته مش من فوق. وهيدا كيس الحلواني اللي هو ديسبوزبل، يعني بيستعمل مرة واحدة بينكب. هلا حرش فوق منه سكر بودرة. هيدا السكر انا طاحنه، ما بشتري سكر بودرة من برا، عشان هيك هلا بيبقى شوي مش مطحون. ممكن هلا حضف. هلا حدخلها على الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 200. هلا بننطر عليهم الصينيتين تقريبا بحدود دقيقة دقيقتين، بنرجع مرة تانية بنعملهم برشهم بودرة لحتى يصير هيك مقرمش من فوق ومنظره حلو. هلا اصدقائي، هيك خلصت اول صينية، لازم نشيلهم بسرعة قبل ما تلزق. هيك يا اصدقائي خلصت هيدي السافوياردي الاصلية الممتازة. هلا لحضوقها وفرجيكم كيف طعمي بتجنن، رائع مع الشوكولا الدايب، مع النسكافيه، مع تيراميسو. رح نجربها هلا. مع شاي أو مع قهوة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. ما تنسونا باللايك والسبسكرايب والشير، نستمر سوا إن الله راد. باي.